بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد العتال من مدونة العتال للمعلومات. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس فوتوشوب جديد، وهو طلب مني على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، وفي نفس الوقت استكمالا للدروس اللي احنا بنشرحها الخاصة بالفوتوشوب على المدونة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل صورة زي اللي احنا شايفينها ديت، إزاي نحط صورة جوه كتابة أو جوه حروف على برنامج الفوتوشوب. زي ما احنا شايفين هنا شكل العلم موجود جوه كلمة ايجيبت، والعلم مموج. في نفس الوقت برضو كان في حد سألني على الجروب ازاي احط تمويجة معينة كده جوه الحروف، لو معايا صورة عايز ادخلها جوه الحروف اعملها ازاي، فده اللي هنتعلمه النهاردة مع بعض. طبعا احنا اول حاجة بنروح على برنامج الفوتوشوب، وبعدين بنعمل فايل نيو، ملف جديد بأي مقاسات احنا عايزينه. زي ما احنا شايفين ده ملف جديد. هروح على أداة التكست او الكتابة وهبدأ اكتب اي كلمة، ولكن بشرط انا النهاردة هستخدم خط اسمه امباكت. الخط ده موجود عندنا على كل الاجهزه جوه برنامج الفوتوشوب. زي ما احنا شايفين ده اسم الخط، خط امباكت. انت تقدر تستخدم اي خط طبعا، لكن انا شخصيا افضل الخط ده، لان الخط ده هو اللي هيكون متوافق تماما مع الدرس بتاع النهارده. طبعا لو اخترنا اي خط تاني رفيع ممكن ما تكونش الصوره واضحه جواه او ما تكونش باينه قوي، ولكن خط امباكت عشان عريض وضخم فهيبان في درس النهارده. هنختار الخط زي ما احنا شايفين وهبدا اكتب اي كلمه. هكتب مثلا نفس الكلمه ايجيبت بالمنظر ده وهدوس انتر، وزي ما احنا شايفين ده شكل الكلمه. هدوس على كنترول تي عشان ابدا اعمل لها تكبير او ترانسفورم بالطريقه دي. انا كبرت الكلمه وبعد كده بدوس انتر، وزي ما احنا شايفين ده شكل الكلمه. طبعا مش شرط تكون الكلمه باللون الاحمر، انت ممكن تكتب باي لون، ممكن اسود، احمر، اخضر، ازرق، اصفر، اي لون انت عايزه. اللون مش هيفرق في درس النهارده خالص. بعد كده هنيجي نعمل فايل واوبن، وهنجيب الصوره اللي احنا هندخلها جوه الكلمه. هنجيب نفس الصوره زي ما احنا شايفين، كل اللي عليا هسحب الصوره على الكلمه، هبدأ أشد الصورة وأرميها على الكلمة بالمنظر ده. طبعا كنترول تي برضو عشان أبدأ أشدها كده من هنا، وأبدأ أخليها واخدة الكلمة كلها بالمنظر ده. بعد كده هاجي أقف على اللاير بتاع الصورة، وهلاقي فوق هنا في قايمة صغيرة أو سهم صغير، هضغط عليه وهختار منه حاجة اسمها كرييت كليبنج ماسك. كرييت كليبنج ماسك هدوس عليها مرة واحدة، وزي ما احنا شايفين الصورة دخلت جوه الكلمة بدون أي مشاكل وبطريقة سهلة جدا وباحترافية تماما. طبعا معظمنا بيشوف التصميمات دي موجودة على الإنترنت، موجودة في التلفزيون، موجودة في بعض البرامج، فبيبقى مش عارف إزاي بتتعمل. أنت ممكن تحط صورتك جوه أي كلمة أو أي حاجة أنت عايزها على برنامج الفوتوشوب. طيب إحنا لو جينا حركنا دلوقتي، خد بالك إن الصورة بتتحرك معايا. طب أنا عايز أحرك الكلمة والصورة مع بعض، هعمل دوت إزاي؟ هدمج اللايرين مع بعض بحيث لما أجي أشد أو أحرك أحرك الكلمة والصورة. هدوس على اللاير بتاع الصورة، وبعدين هدوس على كنترول، وبعدين هدوس على اللاير بتاع الكلمة بحيث ان انا احدد الكلمتين مع بعض او اللايرين مع بعض. زي ما احنا شايفين انا ضغطت على كنترول، وبعدين بدأت ادوس على اللايرات عشان احددها بالمنظر دوت، وبعد كده بدوس من الكيبورد على كنترول مع حرف الاي. كنترول اي دمج لي اللايرين بقى لاير واحد. زي ما احنا شايفين لو جينا حركنا هتلاقي ان الكلمة والصورة بقت لاير واحد، اقدر احركهم مع بعض من غير ما اشد حاجة واسيب الحاجة التانية. لا دلوقتي اقدر احركهم مع بعض بدون اي مشاكل. طبعا الصوره دي اقدر احطها على اي ديزاين عندي، على اي تصميم، اقدر اسيفها واحطها مثلا على الفيسبوك، على اي حاجه يعني خاصه بيا، مفيش اي مشكله تماما. ده كان درس النهارده. طبعا الدرس ده اتشرح بناء على ان احد الاعضاء طلبوا مني على الجروب بتاعنا على الفيسبوك. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط وتكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله في دروس فوتوشوب جايه كتير، خدع كتير جوه برنامج الفوتوشوب. ما تنسوش تضغطوا على اشتراك في القناه ولايك وشير للفيديو، وتعملوا جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.